الشمال، ضربة الرأس إلي. مرحبا، اهلا وسهلا بكل مشاهدينا. حلقه جديده وموعد جديد من برنامج اليومي المونديال على قناه التاسعه في متابعه لاخر الاخبار والمباريات والتطورات في كاس العالم قطر 2022. رحب بالحضور قيس اليعقوب، اهلا وسهلا، مرحبا، اهلا بك. انيق اليوم كالعاده، انيق كما العاده اليوم. مازارو ميلانو، صحيح. ايضا سعيد بالترحيب بالاعلامي من وكاله تونس فيق الانباء حسني الغربي، اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك حمادي، مرحبا بك يا فتي، مرحبا بكل المشاهدين. حمادي الدو، اهلا حمادي، مرحبا. مرحبا بالحضور بالمشاهدين وسهره ممتعه ان شاء الله. ايضا نرحب نزار خنفير المدرب الوطني السابق والمحلي الفني، مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدين قناه التاسعه. ايضا سعيد يلتحق بنا للتو من المطار من دبي مباشره للسدوات التاسعه، الزميل الاعلامي متالق على الدوام حسني الزغدودي، مرحبا حسني، اهلا وسهلا. مساء الخير، مرحبا عادل، تحيه للاصدقاء ولل. ما عملتش طياره الوتار اليوم معك؟ والله يدوب، هنا خلتنا يدوب، ما عملتش تاخير الحمد لله. هذه مسار دبي تونس، تونس دبي، مسار بتوقيت التاسعة. يعطيك الصحة بتوقيت التاسعة، مرحبا بك دائما على قناة التاسعة. كالعادة منورين، إذا قولوا جماعة منورين، أكيد عرفتوا سر دائما وأبدا مزارو. كما العادة مزارو ميلانو ديما مع الجمهور، ديما مع المونديال، وديما مع برنامج المونديال. هذاك علاش الكادوات والبروموات مازالت متواصلة، وعلى كل دوزارتيكل اشتي الثالث قداش بلاش فلوس. ديما نحكيو على المفاجآت والجوائز، الجائزة الكبرى خلينا نقول سفرة الأحلام إلى الزنجبار، رحلة لأسبوع إلى الزنجبار لمدة 7 أيام، وطبعا مع تذكرة السفر ذهابا وإيابا مع الإقامة أكيد يكفي أنك تستحفظ على تكيت الكاس نتاعك، تكيت الكاس نتاعك وقت اللي تمشي للمجازا نتاع مزارو ميلانو الموجودين في المروج، وأيضا المروج 4، نابل، سوسة، سهلون، صفاقس، وقريبا في جابس، باش تاخذ أي حاجة تحافظ على تكيت الكاس نتاعك وتدخل آليا في قرعة من غير أسئلة ومن غير بروتوكولات ومن غير إحراجات. دونك تنجم تدخل في قرعة وتكون من أصحاب الحظ الفوز برحلة، رحلة العمر إلى الزنجبار. وأكيد كان عندك شكون تحب تهز معك تنجم تخلص عليه. زنجبار شنو هي أصلها؟ ماذا بيا تقولنا عليها؟ زنجي والبحار. بلاد مزيانة، مزيانة أقصى درجة. شوقتني، نجم عندنا الحق نشاركوا احنا ولا لا؟ كيفاش؟ عندنا الحق نشاركوا ولا لا؟ إي مارك باش تعمل إما الدوحة زنجبار طول ولا دبي زنجبار؟ دبي تعمل ترتيحة بعد حسني الزغدودي. طيب للربح والمسابقات متواصلة دائما مع مزارو ميلانو،
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام تيك توك، ديما فما جديد يستنى فيكم، واكيد مع مازارو ميلانو ديما رابحين. يلتحق بنا اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني والمدرب سيف غزال. سيف اهلا وسهلا بكم، مرحبا. مرحبا عادل، مرحبا بك وقائم كل ديما يشرفنا ان يكون حاضر معك. يشرفنا وينورنا حتى احنا حضورك سيف، لانه حابين الفضاء هذا باش يكون فضاء لكل الفنيين واللاعبين السابقين الدوليين طبعا والمدربين اللي نجموا يفيدوا الرأي العام الرياضي على مستوى المعلومة، على مستوى البحث على ما يمكن الحديث فيه في خصوص كرة التونسية ومشاركتها في كأس العالم، التقييم الموضوعي بدون بروباغندا وبدون أيضا تجريح حتى نعطي لكل ذي حق حقه. على كل حال سنعود إلى المشاركة التونسية بالتفصيل وبالتأكيد، لكن قبل هذا لقطات من حلقة البارح بالسوف ثم نعود. طبعاً كالعادة تحية لشيري اللي قاعدة تعطيكم في فكرة على أبرز سياراتها وموديلاتها الفاخرة والمتميزة. اليوم أكيد شيري باش نحكيو على واحدة من أفخم موديلاتها اللي تقدمها لاستيال وكيل الرسمي لسيارات شيري في تونس، اللي هي تيغو 8 برو، الكهرباء العائليه بامتياز اللي تجينا بشكل مزيان وتصميم فاخر. تتميز الكهرباء هذه بحجم كبير يعطيها او يعطينا سبع مقاعد بالتمام والكمال، يتمتعوا طبعا بمساحه واسعه وراحه اكثر. تيغو 8 برو تعطينا من اول انطباع اللي هي سياره تجذب الانظار من خلال قياساتها وتصميمها الداخلي الانيق. استخدمت شيري مواد عالية الجودة وفينيسيون مخصصة عادة للسيارات من فناء من الفئات الكبرى. دونك تلقاو في تيغو 8 برو جهاز رقمي ذات مقاس 3.12 بوس، اكيد قلت ان الفينيسيون مخصصة عادة للسيارات من الفئات الكبرى، معناها في السيارة هذه تلقى لي زوبسيون اكسبسيونيل اللي مش موجودين في السيارات اللي في الحجم نتاعها، يعني على مستوى عدد الخيول، فتلقاو حاجات متميزه. دونك تلقاو تيغو 8 برو هذه جهاز رقمي ذات مقاس 3.12 بوس وايضا ليكرون تكتيل وايضا 8 بوس مخصصه لتكييف الهواء وبرشا استخدامات اخرى. كيف نحكيو على المعدات، نلقاو تيغو 8 برو سياره حديثه تشمل كاميرا بزاويه 360 ديغري 360 درجة وأيضا أسيستونس دو فريناج ديرجونس مدعومة بنظام السرعة، ما غير ما نساو لي توا أوفرون باناروميك اللي أكيد يزيد روعة للسيارة ويزيدها جمالية. دونك توا أوفرون بانوراميك وأيضا مقاعد جلدية وغير ذلك من الميزات اللي تتوفر في هذه السيارة اللي نذكره اللي هي تيغو 8 برو، متوفرة بمحرك 1.6 إيسونس وأيضا 186 186 شيفو. هذوما السيارات اللي حب عليهم طبعا نزار خنفير، وأكيد الدعوة ليك ولكل مشاهدينا أن يزوروا للشروم الموجودين في كل الأماكن الخاصة بسيارات شيري، بواتوتو أيضا دي سي تي وعديد التفاصيل نشاهدوها مع بعضنا في هذا الفيديو.
Chery, fun to drive. نذكروا بالمسابقة الخاصة بالاس ام اس 85 840، خمس ايام فقط يفصلونها على عملية القرعة. من توا تدخلوا الاس ام اس 85 840 سي بياسير تحطوها قبل كما ذكرناكم وعودناكم في اكثر من مناسبة. نذكروا سي 85 840، الربح 10000 دينار كاش. اكيد جاوبوا على الاسئلة باش قوي حظوظكم في الربح، فحظ سعيد للجميع. خلينا نقول بالكابتن اللي ما حكاو شويه على ترشح المنتخب التونسي او عدم تاهل المنتخب التونسي، لكن فوزوا على المنتخب الفرنسي وتقييم على الطاير للمشاركه التونسيه في كاس العالم. نبدا معك سيف غزال. اول حاجه نحب نوجه تحيه للجماهير التونسيه اللي خلونا الواحد هو فخور اللي هو تونسي، لكن خلونا نزيدوا نكونوا فخورين اللي احنا ننتميوا للبلاد هذايا على اللي عملوه في كاس العالم هذه. الحقيقه الجمهور قدم اللي عليه واكثر، مالوريزمون بعد الريزلتا ما تبعتش المجهودات تاع الجماهير. اذا كان مش نرجعوا المقابلات، كل مقابله عندها خصوصياتها وكل مقابله عندها ظروفها. مالوريزمون التعامل نتاعنا في مقابلة أستراليا ما كانش التعامل اللي كنا نستناه فيه، في السيطرة اللي كانت عندنا في المقابلة هذه. كي نشوفوا الإحصائيات، السيطرة كانت مش كلية لكن سيطرة للمنتخب التونسي. مالوريزمون الشوط هو اللي حكم في كاليفيكاسيون المنتخب التونسي، لكن كي نشوفوا المنتخب المقابلة اللي عداها ضد المنتخب الدنماركي وإلا مقابلته الثانية ضد المنتخب الفرنسي، كانت المشاركة تكون مثالية. مالوريزمون الهدف نتاعنا والهدف نتاع الجمهور اللي مشى باش يشجع المنتخب التونسي ما تحققش. مالوريزمون ان شاء الله ناخذوا الدروس، ما نقعدوش كل مرة نعاودوا كل مرة ناخذوا الدروس ومن بعد نتعداو للكوب دي موند اللي بعد، ولا عندنا اشيونس أخرى مهمة جدا اللي هي كوب دافريك اللي هي مهمة حسب رأيي. إذا كان نحبوا نقدموا زاد الكوب دافريك، واذا كان التتويج بتاع الكاس افريقيا راهو حسب رايي اهم حتى من الكاس العالم. بون توا عندنا كوب دافريك مهمه جدا، يلزم تقييم يكون صحيح. عندنا نواه نجموا نخدموا عليها في المنتخب اللي هو دحمان، عندك الطالبي، كشريده، بن رمضان، فما ملاعبين في المنتخب الاولمبي ولا المنتخب الاوسط اللي نجموا يكونوا نهار اخر موجودين في المنتخب الاول. ان شاء الله نقيمه صحيح، ان شاء الله نقدمه. ممكن نسمع شويه تحليل نتاع ناس اللي يقولوا يلزمنا مدرب ونصرفوا برشا فلوس. اليوم نشوفوا كاس العالم المدرب اللي ياخذ اكثر اجر في الكاس العالم هذه خرج اللي هو فليك. ماهيش مربوطه بالمدرب اللي يخلص اكثر، مربوطه بمدرب عنده فكر، عنده رؤيه مع المنتخب اللي مش يخدم به مشروع، عنده زاده الآليات اللي هما اللاعبين زاد هذوما يلزمهم تكونوا متوفرين للمنتخب. احنا في ذلك سيف سامحني باش نقاطعك نتفاعل معك برك وكمل. اوكي صناعه تونسيه ما نساندوه مش نسيبوه في قلب البحر ونقولوا له تصرف. صحيح، لانه جات فتره من فترات الحقيقه ممكن خذيت حيز اكثر عادل، لانه وصلنا جرحنا في الانسان ما جرحناش في كفاءه مدرب، وصلنا لابعاد أكثر من ما هي في المستطيل. إن شاء الله يكون التقييم صحيح، وعندنا الحقيقة النواة اللي نجموا نغزروا البعيد باللي موجودين تو في المنتخب وإلا حتى في المنتخب الأوسط ولا المنتخب الأولمبي. يعني عندنا ملاعبية في النادي الإفريقي، في النجم الساحلي، في الترجي اللي نجموا نهار آخر نخدموا في السي اس اس نخدموا عليهم. علاش ليه زاد حتى المكتب الجامعي حسب رأيي النجم يعطي ان كود بوس للملاعبيه هذوما باش يحترفوا على بكري، يعاونوهم شويه، ندزوا يشوفوا الجامعه المغربيه كيفاش الملاعبيه نتاعها الاترونجي كل معناها تكون واقفه معاهم. المنتخب المصري شفناه كيفاش وقف مع محمد صلاح. ان شاء الله مهم حاجه نقيموا مليح وما ندخلوش في اللوفوري نتاع الغش، لازمنا نكونوا رزان ونبنيو على اللي الحاجات كيف في الكوب دي موند هذه. واضح سيف، باش نرجعوا بعد اكثر تفاصيل على المشاركه التونسيه، لكن انطباعات اوليه حسني غربي.
بالنسبة عموما بالنسبة للمشاركة التونسية في كأس العالم قطر، أنا في تقديري يمكن يعني فصل منهجي وتحليلها وفق مستويين اثنين. المستوى الأول هو مقابلة التاريخية ضد منتخب فرنسا، وهي مقابلة سيخلدها التاريخ باعتبار أن تونس تمكنت من التغلب على بطل العالم. هذا المستوى الأول، وهذا إنجاز سيقعد يعني خالد في الذاكرة الرياضية التونسية والعربية والإفريقية بطبيعة الحال. المستوى الثاني بالتحليل هو عدم بلوغنا الهدف المنشود. نحن نكمل من بداية من وفاء قيس أنه سمحني طيب نفعله شوية مع المباريات. المنتخب السويسري يضيف الهدف الثالث 3-2 صربيا سويسرا، هذا المنتخب السويسري من المنتخب الصربي. والبرازيل كما قاعدين نشاهدوا متعادة مع الكاميرون دون أهداف إلى حد دقيقة 50، وبالتالي علينا أن التقييم متاعنا يكون تقييم صريح وعقلاني، أي أنه الهدف الرئيسي والمعلن الذي صرح به حتى المدرب الوطني جلال القادري قبل الذهاب إلى قطر وهو المرور إلى الدور الثاني، هذا الهدف لم يتحقق، وبالتالي أعتقد أنه على مستوى مقابلة كبيرة قاعد تقدم فيها بالضبط. أعتقد أنه لابد أن نراجع عديد الأمور ونفكر في المرحلة القادمة للمنتخب التونسي واتخاذ الإجراءات التي يجب اتخاذها. هناك نقاط إيجابية يمكن البناء عليها، ولكن لا يمكن أن يعني كما قلت يا عادل في بداية الحلقة دون بروباغندا ودون أن نزيف الحقائق. نحن تجربة متاعنا يعني مشاركتنا كانت دون المأمول على مستوى النتيجة النهائية، ولم ترشح للدور الثاني، حققنا 4 نقاط صحيح ولكن لم نتوفق المرور للدور الثاني رغم أنه كان بإمكاننا. هناك نقاط إيجابية لابد من البناء عليها، وخاصة يعني بصراحة نمشيو للإجراءات ونفكروا يعني انتهى، أزل الستار على المشاركة التونسية. اليوم عملنا تجربة مع المدرب والمنتخب جلال القادري، اليوم أنا في تقدير شخصي ونحكيه بعدين بأكثر تفاصيل أنه لابد أن نفكر في مشروع المنتخب الوطني التونسي، خاصة وأن هناك لاعبين غادروا وأعلنوا اعتزالهم. هناك يعني فترة انتقالية لابد أن نعمل عليها وفق مشروع معين يمكن أن يؤدي بنا كما قال توا سيف أنه نمشيه الكأس أفريقيا ونراهنه بجدية ثم أن نحضر كأس العالم 2026، رغم أنه المهمة ستكون أسهل باعتبار سنجد 48 فريق، المهمة ستكون أسهل ولكن الأهداف ستظل هي بيدها وهي ذهب أبعد ما يكون. طيب نخو رأي نزار خنفير طبعا عن المشاركة التونسية، تقييم طبعا سريع في انتظار التوغر في ثنايا هذه المشاركة سلبياتها وإيجابياتها. مقدمة خارق العادة مع أخونا سيف والجماعة الكل، معناتها مقدمة هذاك هو اللي يتقال على الناس الكل، معناتها سيفري المشاركة بتاعنا كي تشوفها أنت في مجملها الجمهور كان هو ماخذ نصيب الأسد، النجم رقم واحد الجمهور، النجم رقم واحد. ثاني حاجة الانتصار بتاعنا الباهر ضد فرنسا يتسجل في التاريخ، ولكن الهدف المنشود كما قالوا اللي مشينا عليه خاطر ماناش داخلين للمشاركه، هذه سيزيام كوب دي موند نلعبوها، دونك اوتوماتيكمون ماشيين نحبوا نترشحوا للدوزيام تور. وكان ثم امكانيه كبيره في ليديسيون هذه كان نجموا نترشحوا، ولكن هنا يلزم التقييم. التقييم كما قلت انت بلاش بروباغندا بلاش كل شيء، ولكن يلزم تقييم ومحاسبه شو اللي صار. واضح باختزال شديد يعطيك الصحه. يلا ناخذ راي حسين الزغدودي اللي تابع مباراه المنتخب التونسي من دبي، واكيد وقت اللي واحد يكون في الغربه حلقه الحسنيين اليوم اي اذا التقى حسنيين يحذف ما سبق، لكن لن يحذف اي شيء، سنواصل الحديث. طبعا حسني يعني سوساسيون تاع واحد يعيش البرة ديما تختلف، وديما فما شعور اخر ومتابعه ربما من زاويه اخرى في علاقة بمشاركة تونسية في كأس العالم. 4 نقاط بالنسبة لي أنا التاريخية عندهم فيها الجماهير اللي مشات للدوحة واللي خلات استادي يعني المدينة التعليمية والجنوب في الوكرة خلاو الملعبين هذوما كيما استاد حمادي العقربي في رادس. عندهم باي الجماهير بقدر باي اللعيبة طبعا مع الحفاظ على استحقاق اللاعبين على الملعب. 4 نقاط متاع بيبليك عشنا معهم أحلام اليقظة، حلمنا وعينينا مفتوحة بحضور الألاف من الجماهير. الواقع متاع التوانسة اللي مشاو للدوحة من كل أصقاع العالم، مهاجرين في أمريكا في كندا في جناجات من الأوراغواي توانسة عايشين، شفنا جانب منهم في دبي. الواقع وصل حتى لدبي باعتبار القرب الجغرافي وكمحطة عبور، يعني شيء استثنائي. بعد ما نعطيه الكريديت هذا للجمهور
شنو صار؟ تعادلنا، خسرنا، ربحنا، لكن روحنا. هي تشبه القصة الحزينة، لكن نحب وانا نكره القصة الحزينة هذه تعادل أفضل نتيجة لمنتخب تونس في 45 سنة مونديال. باش يقعد الجلال القادري وباش تقعد الجامعة التونسية الحالية الكريدي متاع أفضل نتيجة على المستوى الرقمي نقاط في كأس العالم. هذه مش معناها احنا نشكره في الجامعة، ولا أنا متبني أنه هذه أفضل جامعة أو أفضل رئيس أو أفضل مدرب. المدرب هذا أكرر جلال القادري على أخطائه اللي نجموا نرجعوا لها في حصة تفصيلية لاحقا، لكن هذه قراءة عامة سريعة. حقق أفضل نتيجة مع سي مجيد الشتالي، وأنا في اعتقادي الأربع نكت متاع 2022 أصعب برشا من الأربع نكت متاع 78، مش هذا الدباء. يبقى لجلال القادري استحقاق تحقيق أفضل نتيجة في تاريخ الكرة التونسية في المونديال. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. هذه بعدين للاك أستراليا كرة دخلت كذا به. أستراليا اللي بادية خسرة أربعة تعدت كما السنغال، أمريكا، ومنتخبات أخرى، وناس بادية قوية إكوادور، السعودية، بلجيكا خرجوا. حبيت نوصل لك القراءة العامة أنه الترشح ما يتلعبش على مباراة بطولية ضد الدنمارك. توجيتك للوجه الآخر متاع التحليل، ما يعاب على المنتخب عامة. الوجه الآخر من التحليل تلجم تبدأ خاسر أربعة كما الكنغورو وتكمل مترشح، لأنك تتلعب على مسار يوزع على ثلاثة مباريات، والناس أنهيت الدور الأول بقوة كبيرة كما عطيتك أمثلة السنغال والولايات المتحدة وأستراليا. بالتالي ما كانش كافي مباراة البطولية متاع الدنمارك، ما كانتش كافية معناها العملية البطولية أيضا أمام فرنسا. هذاك هو هذاك هو شنو ربي حب، هذاك هو شنو كتب. عندنا نقايص باش نحسنوهم، لكن احنا ما مشيناش للمونديال باش ننزوها، ولا معناها ما كانش عندنا لا بريتونسيون باش نتعادلوا مع الدنمارك ونربحوا فرنسا ونروحوا متغشين وندخلوا في الملاعبيه بتلك الطريقه التي تابعتها. هدف الدور الثاني جلال اي كان فما هدف الدور الثاني، لكن حسني خويا ماناش نلعبوا في الدوزيام تور مونديال كل عام باش نوليو معناها بريتونسيو بهذه الطريقه. فما امكانيه باش نترشحوا، نحكي على الهدف المعلن يا حسني. احنا الهدف المعلن قبل اكيد لازمنا نترشحوا. نكمل فقط سي نزار القراءه العامه، متفق معكم لم نحقق الهدف المعلن، لكن انا نحكي اعتقد لو سالتك انا قبل المونديال على اربع نقاط ومباراه الدنمارك وفرنسا راك توقع، يمكن توقع رغم احترامي للهدف اللي هو المعنى الترشح للدور الثاني. هذا توا لا يمنع انه فما نقايص، فما جيستيون تاع مباراة ثانية كانت فيها كثير اخطاء. سهل برشا باش تفيق بالفرجاني او بلاعبين اخرين ابريكو، سهل برشا باش تفيق اللي هي بقعة وجدي وبقعة علي معلول بعد ما تشوف ميتون مع استراليا. قالها قيس العقوبي، قال الكلام ما بعدي سهل برشا. أن نحترم برشا اللي فاق بالحكايه نتاع وجدي كشريده وعلي معلول، وانا قلت بكل تواضع من الذين دافعوا على كشريده وعلى سعد بقير، وتحدثت مع جلال القادري يمكن يسمع فينا في هذا الموضوع ايام قبل كاس العالم. اختياره بعد خرج لسعد الله يسامحه، لانه بقير كنا نستحقوه في الكونفيغوراسيون نتاع ماتش استراليا، وتلك حكايه اخرى. لكن ساهل كما قال اليعقوبي أنه تحكي على ماتش أستراليا وتحكي على كشريدة ومعلول والفرجاني أورديكو خايب برشا خايب خلاص بعد ما تشوف ميتون ضد أستراليا. الما بعدي كثير سهل. الحين الاختصار، الاختصار يزمنا نصلحه. ما عندناش بطولة كبيرة برشا باش نطمحوا نعملوا سبعة أو تسعة نقاط في مجموعة كيما ذي. ما عندناش ستركتور نتاع كرة على النمط الإنجليزي باش نوليو نحبوا نعملوا معناها دور ثاني آليا، ولو ما عملناهوش ندخلوا في جلد ذات وعملية متاع تحتيم نحبوا نهدوا البنية. ما نهدوش البنية، نستحوذوا على اللي فما. فما لاعبين أون فان دو سيكل شكر الله سعيهم يعطيهم الصحة، ظاهرين ظاهرين متاع لاسيري يوسف، حتى وهبي الخزري مع احترامي للهدف نتاعو ظاهرين لي جوار أون فان دو سيكل، بارك الله فيهم، ناس عطات المنتخب. لازم نحترموا عائلاتهم، نحترموا اللي لعب 60 واللي لعب 80 ماتش،
شكروا سعيهم لكن لا للتجريح كما قال سيف. نحترم مجهود الناس، فما ناس تحلل ما لبس شورت ما لبس مريول في حياته ما عطاش باس، معناها انك نسمع ليعقوب يحلل وسيف غزال نعمل هك، فما ناس تحلل ما لبست شورت دونك كيفو اتر على بلاص دو خزري دو دو فرجاني دو كذا. دونك فما ناس بارك الله فيهم يزي حتى بلاصه المدرب وبلاصه المدرب جايك وفما نقاط مضيئه سالوك حتى الجماعه راهو سي با فاسيل دو فيفر دون ان جروب في فتره معينه وفي فتره صعيبه سورتو اللي صار قبل كاس العالم وقبل ما تصير لليست راهو مهم جدا راهو هذاك سارفليت لانه احنا ديما نعاودها والناس تلوم عليها راهو ديما نحكيو على الملاعب سامحني يا حسني قصيت عليك ديما نحكيو على الملاعب والمدرب كانه ماشين راهو سي ان اتر هيومان معناها عنده عواطف عنده احاسيس ينجم يحس ينجم ما يرقدش كي يقرا ميساج ولا حتى ما يقراش هو ينجم يوصلوا له اصحابه عائلته مرته امه هذيك طبيعه المهنه سيف اي نعرف فهمت لكن اني نحب نكمل ما يلزمناش نفوتوا الحدود لا اكثر لا اقل. أنا فقط وأنهي عادل لا تفضل سيف وأنهي يسمى نبني على البوزيتيف. صحيح لدى بعض التونسيين سي دو ديجا فيو كلام يعني كلام متجدد قيل وهناك رفض لهذه الموجات الإيجابية يسمى نترشحوا للدوزيام تور بالسيف. يا كابتن شنو هي بطولتك وش هي الستركتور اللي عندك وجواريتك أبريتو وين يلعبوا؟ ألمانيا الأوروغواي ستة كؤوس لكن علاش ما قلناش هذا وقت اللي ربحنا فرنسا وبطولتنا ولات قوية وعندنا ملاعبية وكنا نجموا نترشحوا وقت اللي لعبنا ضد الدنمارك مقابلة كبيرة يعني شو اللي كان ناقصنا باش نترشحوا يعني كانت الإمكانية موجودة لكن صارت أخطاء خلتنا ما نترشحوش. اللي كان ناقصنا لعبنا شوط خايب على ستة أشواط أنا في سي ميتون دو كوب دي موند غير مسبوقة في تاريخ المنتخب التونسي ممكن لا شتالي ولا 2002 ولا 2006 وكنت حاضر في البعض منهم لا شتالي عاد ليش شو لا حبيت لا كومبارابل عاد معناها شتالي تحكي على المانيا وبولونيا والمكسيك. انا بالنسبة لي انا احترام شديد ل 78 ملحمة وراي عاج جدا وشهادتنا مجروحة الكرة وقتها كانت دوروا في الساعة بالضبط. انا بالنسبة لي انا عادل بوهلال هذه افضل مشاركة اكيد افضل مشاركة للكرة التونسية بما فيها مشاركه 78 في علاقه مع نسق الكره انذاك وطبعا شهدت لنا مجروحه التوانسه الكل في ملحمه الارجنتين وفي ايكيب طارق العبيدي شتالي غمير كذا شيء استثنائي. هذه بالنسبه لنا افضل مشاركه ماهوش كل شيء وردي لازمنا نبنيه على الايجابي. فما بعض اللعيبه اللي نهايه مسيره نهايه سيكل لكن جلد الذات والشتم والتجريح وانت مبنط لا هذا يسار لا حضرنا ماتش فرنسا حضرنا ماتش فرنسا نسبوا في الجوارات مهما حاجه ثم ايجابيات ثم سلبيات يلزمنا نبنيو على الايجابيات ونقيموا السلبيات باش ما نعاودوش نحصلوا فيهم هذيك اهم حاجه راهو اللي عملناه خرق العاده خرجنا معناتها راسها مرفوع ولكن في نفس الوقت يلزمنا نقيم احنا المشكله فين تو انا عندي 20 سنه في الديريكسيون تكنيك ومع الفيدراسيون رانا ما عمرنا ما قيمنا عمرنا ما خرجنا بنتيجه ديما افسح عاود من جديد نحب احنا تقييم رانا عملنا برشا حوايج ايجابيه كما قلت على ستة اشواط ثم شوط فلتناه سا سي فري ولكن كونجونكتور كامله نتاع الفوتبول يلزم مراجعته باش نحاولوا نزيدوا نصلحوا نحبوا نمشوا لقدام راهو اللي عملوه خرق العاده راهو ثم جوارات اللي ناقصين الكومبيتيسيون عملوا اكثر من لازم عليهم فريمون معناتها كانوا رجال الناس الكل وقفت وعرقت وتعبت في الماتشوات وعملنا نتيجه ايجابيه كونتر الدنمارك نتيجه ايجابيه كونتر فرنسا نتيجه ايجابيه الدوزيام ميتون كونتر استراليا على حبنا خارق العاده ولكن ما ترشحناش دونك اوتوماتيكمون احنا نحبوا نعطيو لو بلوس دونك لازمنا نقيموا وفي نفس الوقت نراجعوا حساباتنا لا احد ضد التقييم اما باش تجرح زيد او عمر كيفاش حضرنا فرنسا سامحني هذوكم يمثلوا تونس دونك لازمنا نعطيهم قيمتهم نعطيهم مقدارهم طبيعه الحال مهما انسان يخطا ويوصي كيفاش حضرنا فرنسا كلامك سواب سي نزار انا خندور شويه الحديث شويه حسني بالضبط خلينا ما تحتكروش الكلمه اكيد سي نزار وفي علاقه بالكلام اللي قلته يعني التقييم اكيد لازم يكون موجود وانت اشدت بالمشاركه فمش كون ما يشارككش الراي على اعتبار يعتبرها فشل في نهايه الامر اي يقول لك احنا ما ترشحناش اي يقول لك احنا ما ترشحناش في نهايه الامر
وما فماش انسحاب مشرف وترشح يعني غير مشرف يعني هذه اما ما نهدوش البلد لكن الواقع ايضا في تواصل معك اي في تواصل معك وقيس واكيد حمادي اليوم خرجكم من نيكي على اساس عوده البطوله زوز فرق نتاع العاصمه نحكيوا على الترجي والافريقي ما عندهمش ملعب يلعبوا فيه دونك اشغال في حاجه من الحاجات اللي حكي عليها حسني في علاقه بالوضع الكروي المأساوي اليوم اللي قاعدين نعيشوا فيه وفي علاقه بمشاركتنا في كاس العالم دونك تحس فما يعني بعد كبير هو كبيره بين الواقع اللي عايشينه وبين طموحات نتاعنا واماننا ورغبتنا انه نتعدوا للدور الثاني يا عادل خلينا نكونوا منسجمين مع انفسنا هل يعقل انه نفس الاسباب تعطيك نتائج مغايره انت سبب اعطاك نتيجه بعد اربع سنين نفس الاسباب موجوده تحب نتيجه اخرى مش معقول هذايا المنطق شي يقول كيفاش مشينا لكاس العالم خلينا من عندناش تيرانات وبطوله ضعيفه والنسق نتاعها جمعيه تلعب ستة مباريات وجمعيه مازالت صفر مباراه ورؤساء نوادي في الحبس في جرد الكره من مالهم الخاصه يدفعوا من مالهم الخاص وما في الحبس ملاعب ما فماش جمهور ما يحضرش ولا جمهور الفريق المستضيف بركه يحضر كيفاش مشينا لكاس العالم شنو اللي يتزامن مع الاعلان على القائمة الإشكال متاع الحراس الأربعة خروج بعض اللاعبين مش قدامة حديث العاد بالمنتخب وتكلموا على أجواء المنتخب والإعلام الرياضي تو نحكيه وعنا قداش نحكيه عمرنا ما حكينا على الإعلام الإعلام ما هو زاد مدخل في العملية ولا كان تقولوا لي لا خليني لا شريك فعل انا راح يتخليني نحي الكرافات وبارك الله فيه ما تزارو خمشي روح انا روح اقعد كمل واصل هما اسباب متعدده ناس برشا متداخلين منهم الاعلام تو نجيو الاعلام في الاخر دوك الاجواء اللي مشينا فيها لكاس العالم غير طبيعيه واجواء غير مشجعه على انك تتصور انه بتجيك نتائج كبيره نشكر المنتخب على ما قدمه انا مع اللي قالوا عملنا خمسه من سته سته اشواط سيميتون عملنا خمسة أشواط ما عملناهم في حتى دورة حسب رأيي ما عملناهم في حتى دورة من النسق من الاندفاع من الانضباط التكتيكي كلمة الروح ما عادش نحب نقولها بالكل خاطر زي ما تولي في اللاديان هذيك ما عادش نحكيو عليها الروح باش تولي عادي معنا موجودة توش يلزم يلزم عملية التقييم اللي ولات لوبانة حتى الطعم نتاعها ولا ماهوش باهي على خاطر كل مرة نتعداو مرحلة وقت نتكلموا احنا اتونسيون دون 10 موا ولا 11 موا باش نلعبوا اون كوب دافريك اوكي باهي انا عندي حاجة نحب ناكد عليها ومهمة جدا وراني مانيش في مقام من يعطي الدروس لست في مقام من يعطي الدروس ملاحظات اللي في القلب يخرج تو انا نجمش نجي نطاول على المحامين ونجم انا نحكي الفرق بين القانون الدستوري والقانون المدني، ما نفهمش فيه، ولو اني انا ولد فاكولتي دو دروا، لكن ما نفهمش فيه. واحد، نجمش انا نتجادل مع امام تاع فقه، نحكي مع الفرق بين المذهب الجعفري ومالك وابو حنيفه ونواقض الوضوء وفرائض الحج. نجمش. لا هذه تنجم. لا ما نجمش. انا ما نجمش نجي لطفي بوشناق ما نجيش لطفي بوشناق نقول له راهو الفرق بين المحي السيكا والمزموم والكردي والمحي العراق ما نجمش كل الناس يا حسني فما ناس يسميهم اهل الحل والعقد هذو من الاختصاص نتاعو وهو كذلك كل واحد في الاختصاص نتاعو مالوريزمون للاسف كره القدم تدخل فيها الناس الكل وهذه حقيقة موجودة في العالم الكل مش في تونس للأسف كرة القدم علاش كرة القدم تعطي إحساس متاع شباع تعطي تطلع على الأدرينالين تبكي وتحزن أكثر من أي حاجة أخرى باهي لكن اللي ما نقبلوش أنا اللي نقبلوش في بلاتوات متاع تلفزيون ومتاع راديوات جيب لي فنان يحكي على الكات دو تروا أن ولا منشط يحكي على امرأة فنانة قتلت رجلها ولا شنو يجي يتنمر على الفرجاني الساسي على شعره انا معاك وقت اللي تجي تجلد الفرجاني الساسي على المردود نتاعو وتقول فرجاني الساسي مثال
وفاء ولا فرجاني الساسي ما حقوش لعب ولا فرجاني الساسي الاخر يدافع عليه يقول مازال عنده عامين نجيعه كرة القدم التونسية. احترموا الراجل وقداش فرحنا واش عطى ليكيب ناسيونال واش عطى للترجي واش عطى للنادي الرياضي الصفاقسي وقداش فرحنا لبرا كي مشى للزمالك كيما علي معلول في الاهلي. فرجاني الساسي اسم كبير برشا ولا في الزمالك. احترموا الناس وما تنساوش اللي عملوه الناس. عليه التنمر وعليه سقط المتاع والتر والفر والكلها ولا تحكي في الفوتبول. احكي فوتبول تعرفوا 4-2-3-1 فنان تاع مسرح يحكي على 4-2-3-1 ومغنية ما نعرفش وين تغني الله أعلم وين من نصف الليل الواحد تحكي على الخزري والخزري ما هوش وطني وما 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 غناش النشيد الوطني. وين المشكل؟ ما غناش لا على غني فيه في قلب وبالكش مش حافظ. وين المشكل؟ ملا سيلفا دو سانتوس يغني حومة الحماية يعرف ينجم ينطق يزيو فكونا. احترموا الناس. قلت لك فما مادة يلزمها تدخل للتعليم في تونس مادة الأخلاق. ممنوع عليك تعدي المات والجيوغرافي والأدب واللي تحب ألا ما تنجح في مادة الأخلاق. شعب بلاش أخلاق ما عنده حتى قيمة وإنسان بلاش أخلاق ما عنده حتى قيمة. هات نتفاهموا الساعة في الأخلاق. البلاتفورم تاعنا أخلاق نحترموا أنفسنا ونكونوا متربين ويجي نحكيوا في الفوتبول قد ما تحب. فده ما عادش تنجم تحكي في فوتبول الناس كل تسب والناس كل تعب واش مدخل زوجة المدرب. احترموا الناس شبيها ما تفعلش ماهيش بشر. مو على التفاعل على الكلام بكلام سامحني على شوي ما تنجمش مسكينة شبيها تحس ركزت على جانب اخلاقه جانب اخلاقه ويحلو يتفاعلوا معاه يتفاعلوا معاه يتفاعلوا معاه. قريت لي كومنتير؟ لا عاد مش مسؤول على الكومنتير تاع العباد. قريت لي كومنتير؟ مش مسؤول على الكومنتير تاع العباد. مش انت مسؤول قلت مش نحكي لك. لا انت بيدك مش مسؤول عليهم. مش نحكي عليك. نحكي لك انا كيفاش صارت العمليه. مشينا احنا خاطر الاخلاق ما فماش خاطر ولينا نشرعوا الحكايه هذه. هاو تفاعلوا ما تفاعلش ما تفاعلش والله لا يجعلك باش تفاعلت. تربوا شويه تربوا شويه. ربي يمدح في سيدي النبي عمره ما قال له رك فما خير من محمد. مانيش رجل دين انا. قال له انت اعلم واحد قال له انت ازن واحد قال له انك لعلى خلق عظيم. طيب على مستوى على مستوى التربه تحكي على فئه قليله. لا لا كثيره ولا تعرف سامحني. لا 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 ديما نخبيو فيها ونقولوا فيها قليله. لا فما والله فما برشا ناس متربيه في لا ولا تتكاثر وتتوالد وتتناسل. هاني قلت للاسف الشديد عيب. حمادي اليوم نحكيو برشا حماس وهذا عادي جدا. لا مش متحمس انا ايه متغشش. متحمسه متغشش. انا مش متحمس متغشش انا ما حبيتش نقول قيس متوتر يا اخي انت رجعتني متغشش انا مش متحمس عندك حق قيس. يعني نبدا من كلام حسني قال افضل حصيله وقصه حزينه. صحيح معناها كي نقولوا افضل حصيله وقصه حزينه برشا بارادوكس. اذا احنا كفنيين كمدربين كلاعبين سابقين كاعلاميين وقاعدين عايشين في التناقض هذايا مانيش عارفينها لا قصه حزينه لا احسن نتيجه. مالا المواطن العادي اللي تبع في المنتخب بتاعه ويحب يمشي لبعيد اش يحس المواطن العادي؟ باش ما نطولش وما نزيدش على اللي قالوه لخيان. المنتخب التونسي والكره التونسيه احنا ما عندناش نيمار وما عندناش ميسي وما عندناش رونالدينو. احنا عندنا مجموعه قوه المنتخب التونسي ديما في الانضباط التكتيكي في الروح تاع المجموعه. يسوفي باش ما نعملوش ميتون باهي في مستوى عالي ما نمشيوش لقدام. اون باي كاش اون باي كاش. علاش؟ خاطر ما عندناش عندنا صحيح ملاعبيه في مستوى باهي لكن ما عندناش الملاعبيه الخارقين للعاده اللي يعملوا الفارق. ولذا هذه من المشاكل الكبيره بتاعنا. صحيح قيس الناس كل تدخل في الكوره وهذيك هي احكام الكوره كرة القدم. الناس كل تدخل في وتكريتيك المنتخب وهذا من حقه هذا هو لكن بكل احترام لكن زاد انا شرحت قلت لك بكل احترام ولكن زاد الناس الكل بكل احترام. خليني بربي نكمل الكلام ما تكلمتش برشا. ينجم يعطي راي اما مش يحلل وكيما قال 4-2-3-1 ويجيو في البلاتوات ويتكلم راهم فنانين بحسن. اليوم في المطار 3 نتاع الصباح الناس يعلم بها ربي كيفاش وصلت يا اخي. الاعلام يجري على الصار في الفستير توا مهم الصار في الفستير مهم صار تشابك بالايدي يا ولادي في بلجيكا في لونترمون. يا قيس يحكيوا على تشابك بالايدي الفرجاني 10 ثواني حقه باش يعرف الفرجاني حقه باش يعرف وقته لحظه لحظه حقه باش يعرف وقته فرجاني في الميطاق وقته في الثلاثه نتاع الصباح احنا كل مع بعضنا. الفرجاني بين الشوطين في علاقه مع الاشتباك والعركه الفيرتوال. الفرجاني في الورم اب في الستاد نتاع الوكره استاد الجنوب
اونت لي دو ميتون صديقي حسني تعارك مع الخزري نمشي معك وهو أبعد. قاعد يحمي في الجازون والخزري في الفستير نمشي معك ابعد راهو يصير ماهوش عيب راهو راهو يصير يحكيو على عرض افتراضي ركزوا عليه تعرفش نركزوا احنا الكثير من الاعلام نتاعنا تولى المشاكل البوز كلات بعضها هذاك تنحى الاخر ضرب الاخر سب مركزوش على الصحيح الاربعه نتاع الصباح خليني نحكي تسال فيه الجزيري ايش عملت مع عصام جمعه ما يجبش يستنى ما يجبش يستنى الحكايه خليني نكمل ما يجبش يستنى الحكايه خليني نسمحكم الناس تفضل اشفقوا عليهم والله يلا ولو انه زاد يقول لك انا من حقي النوعيه هذه اللي يسال هو اشفقوا عليه يقول لك من حقك الاعلامي باش ياخذ معلومه زاد من مصدرها وقتها الاربعه الصباح وقتها يلقاه وقت الشيخ يقابله في كل اول منزل للمنتخب المطار من حق الاعلام يمشي يشوف المسابقه وانا من حق تو اكيد نحكي شويه على تونس بات والمسابقات اكيد مره اخرى تونس بات حاضره بمسابقاتها وجوائزها المتميزه موقع الرهانات الحقيقي كيف العادة المفاجآت متواصلة مع تونس بيت وبمناسبة كأس العالم تونس بيت أكيد أعدت عديد الجوائز والمسابقات والمفاجآت نذكر الموقع هذا فيه 13,000 لعبة وهو الراعي الرسمي لبرنامج التاسعة سبور للموسم الثاني على التوالي اما قبل ما نبداو بالكويز نتاع العاده تو الفقره نتاع البرونوستيك وين تونس بيت تعطي الفرصه للي كونسيتون اللي حاضرين معنا في البلاتو تربحهم 1000 دينار عن طريق التكهن بنتيجه مباراه الغد ارانا الربح في البرونوستيك البارح اكيد ما ربح حتى حد لكن المسابقات متواصله والثابت انه الفقره نتاع الكويز طبعا باش تكون في علاقة بعملية السحب اللي باش تصير بعد قليل دونك تو نجيو فقط الكويز على خاطركم عزاز عليهم تونس بات الدل حرفاء وضعف الربح بمناسبة المونديال كيف ما سبق وشفنا في الحلقات الفارطة طريقة اللعب تبدلت وريهام كيف العادة باش تلعب وتحاول تجيب مبلغ أقوى إن شاء الله حظ سعيد للجميع المبلغ باش يطلع الليلة هو قيمة المبلغ باش تلعب عليه الكويز يلا ريهام مرحبا بك كالعاده ريهام باش تحضر معنا وتعطينا طبعا اذا فما رابح البارح ولا لا مرحبا بك ريهام اهلا وسهلا بالنسبه للبارح للاسف ما كانش معنا فائز في البرونوستيك لكن ليله عندنا فرصه جديده للربح وباش نتكهنوا بنتيجه مباراه هولندا وامريكا دونك حظ موفق للجميع يعطيك الصحه ريهام يلا جيب لنا كره باهيه وجيب لنا مبلغ للمتراهنين بتشجيع من الجمهور ريهام ستقوم بمحاوله أكيد بالنسبة للكونسيرتو سيقع طبعاً التكهن بالمباراة المذكورة إذن المنتخب الأمريكي يلا نشوفوا مع ريهام قديش المبلغ اللي 250 دينار 250 دينار هو المبلغ بتاع الكويز اليوم أكيد دونك بشاركم عليكم كان تجاوبوا على سؤال مطروح على الشاشة تدخلوا الصفحة الرسمية لتونس بات وتكتبوا كومنتار في الإجابة الصحيحة واليوزر ايدي متاعكم والفائز اللي باش يتم اختياره بعد عملية قرعة باش يربح الجائزة اللي شفتوها قيمتها 250 دينار بالتوفيق الناس الكل وما تنساوش اللي تونس بات .com هو موقع الرهانات الحقيقي يعطيك الصحه ريهام نلتقي غدوه ان شاء الله فما فايز اكيد من الكونسيتون ولا اكثر من فايز لما لا في علاقه طبعا بالمباراه ذكرنا مباراه هولندا وامريكا هولندا والولايات المتحده الامريكيه يعطيك الصحه ريهام موقع الرهانات الحقيقي يلا فاصل إشهاري ثم نعود بعده ونواصل الحوار